عادي المهم ها هما كيجي السلام كي دايرين لاباس عليكم نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو معكم ضحى اللي اول مره كيشوفني ما ينساش يدير ابوني الى عجبو المحتوى اليوم جيت لكم فيديو جديد اللي هو غدوزوا معايا هذا النهار اللي غيكون مالي بلي زاكتيفيتي المهم غادي يكون نهار طويل المهم انا اصلا كنت معوله انني نفيق بكري وداك الشيء ونمشي نخرج انا وصاحبتي باش نفطروا على برا مي ما كتبش مهم دابا غادي نمشيو نخرجوا كتشوفوني لابسه مقاده صافي بقى لي غير نخرج غير نبدا لكم فيديو وغادي نخرج المهم دابا غادي نمشيو للمرجان غادي نتقدى شي حاجات خاصين لي لهاد الفيديو نيت وغادي نجيو وغتشوفوا كلشي معايا بالنسبه لهاد المونطو السعيد وهذا راه تنخرج وغادي نوريكم الاوتفيت ديالي اختي المهم هاد المونطو هذا راه ما شريتوش هذا ماشي شي لقيتو في الزقة هاد المونطو خيطته خيطته عند اجمل واحسن واروع خياطه ديالي المهم هاد المونطو كان التوب عندنا في الدار ما كان حتى واحد زعم انه يخيطو حيت في هاد اللون ولكن ما كاينش شي واحد زعم في الدار من غيري انا خيطت هاد التوب مونطو ولكن راه ما يمكنش جات كيحمق انا عطيتها تصويره وحطاتها ليا فوتوكوبي غادي نخلي لكم التصويره هنايا ملي نكون كنمونطي نخلي لكم هنايا الى لقيتها ولكن راه حطاته ليا زوين وعجبني بزاف كنبغي نقول لكم هنايا من هاد الميني بار شكرا بزاف والله عرفتي ما كنتش متخيلاه حتى زعما داكشي اللي متخيله في دماغي ما كنتش متخيله غيطلع بحال هكايا ولكن صدق خاطئ ولكن راه تقريبا راه بحالو شفتو في زارا في الابليكاسيون لقيتو ب 24000 ريال ولكن انا بسبب داك اللي عندي قضيت الغرض المهم هادشي اللي كاين بقى دابا هادي 10 هادي 49 49 دابا غادي نمشيو اول حاجه غادي نمشيو للمرجان نتقداو داكشي عاد نمشيو نقدو شي اغراض عاد غادي نجيو اختي خليكم معايا غادي تزاد الفيديو ان شاء الله نوريكم اختي الاوتفيت ديالي بقاو معايا لا برومو توزي اختي عندي تشوفي بغيت ناخذ كريم باتيسيير ولكن ما عرفتش هي وحده غادي ناخذ دابا كنتمشى ومسترخيه زعما جيت وبقيت بحوايجي حيت عارفه اللي بدلت حوايجي وجلس غادي نعكس باش نكمل لكم التصوير المهم غادي نوريكم داكشي اللي خديت من المرجان خديت شي حاجه ما خديتش بزاف ما خديت حتى شي حاجات اللي عارفه دايرين فيهم برومو المهم هادشي هنا واحد التفصيل زعما ماما فيه واعر باش تكونوا عارفين انا كنتسطع الماعن ما يمكنش نخرج وما نشري شي حاجه تاع الماعن الناس كيمشيو للمكياج وكيمشيو داكشي تاع البنات وانا كنمشي غير للماعن وجه الماعن خطير شوفوا ما تقولش لي شي وحده فيكم ما زوينش خطير هذا هانتوما شوفوا كي داير غادي تجي فيه بحال هكا سفا بريستيج تجي فيه كسكسو بريستيج المهم عطا الله ما يدافي وحنا اصلا عندنا تباصل يعني اللي يدورو بالطابله في الكحل وعندنا زليف واحد زليفات كدير فيهم مثلا بحال كتمشي ديري فيهم بلول ديال الكسكسو ولا سكر كلاص مثلا درتي السفا ولا شي حاجه عندنا في هذا اللون يعني غادي يجي داكشي ناضي كناضي حيت انا واحد المفكره انا عارفه اش كندير المهم هاد التفصيل وخديت هاد نوريهم ليكم هاد الشبيكات هادو راه جوج هادو الغلاقات تاعهم هادو بغيت ندير بغيت نديرهم في الحمام نقدر نديرهم في الحمام نقدر ناخذهم انا المهم ما كنزعم انا ماما وهي كتاخذ ما تدوش عليا
وخديت هادو هاد الطابلو وخديت هاد الطابلو تاني صغير هادو جوج عجبوني وتا هما عندي واحد الافكار في راسي غادي نديرهم بهم في هاد الفيديو نيت المهم راه زوينين هاد الطابلوات كيجيو يعني كيجيو بزاف البلايص ما نقدرش نقول لكم زعما بلاصه واحده اللي كيجيو فيها المهم انا عجبوني وصافي واخر حاجه هي هذه راه مرايه داك المرايه اللي كتكون كتقلبيها كيبان لك وجه كبير دور لكم باش تشوفوا المهم هي هذه حتى نحطها ونوريها لكم صافي هادشي اللي كاين هادشي اللي خديت من مرجان غادي نوريكم واحد برودويات كتبيعهم واحد السيده كتاخذ من دون واحد الشركه ولكن جربتهم زوينين صراحه وبغيت نخليتهم تنوريهم لكم في هذا الفيديو راه عندها برودويات بزاف وزوينين وداوين عليهم حتى الناس داوين عليهم مزيانين انا خديتهم باش نجربهم المهم خدينا اول حاجه هو هذا السيروم ها هو كيجي بحال هكا هذا السيروم ديال الشاي الاخضر بحال هكا كديريه بالليل طفلي وجهك ديريه المهم انا باقي ما درتوش حيت متبعه واحد تريتمون الوجه حتى نوريها لكم متبعه واحد تريتمون ديال الطبيب خاصني حتى نساليها حيت انا فيا حب شباب هنايا وهنا المهم حب شباب اي واحد كيجي ما علينا وخديت هادي عرفتوا كاملين عارفينها المهم هادي كتغسل الوجه ممكن تحيد من بحال فوريو هي دايره المهم ها هي راه فيها هنايا واحد الشيته وكتبقاي تحكي بها بحال هكايا وفيها حتى هادو فيها هادي كدير بها الماساج فيها المهم فيها هادو كتبقاي تبدليها المهم انا ما نخدمش بهم كاملين نخدم غير بهذيك اللي كنطوي بها وجهي ونخدم بهذيك اللي كدير بها الماساج صافي هادشي دو هاد الجوج هذا ملي كديري شي ماسك لشعرك حيت انا ما كنلقاش شنو اللي ندير فوق منه كانت عندي وحده وتشركات المهم هذا على بان ليكم شنو هو المهم خديت هذا وخديت هذا هادو خديتهم جوج بهم عاد من المكياج هاد فازلين هذا كان عندي وتقاد هذا راه زوين للناس اللي كيتقشر ليهم فمهم حيت هذا دابا البرد المهم هاد جوج اللي خديت من المكياج المهم انا راني بقيت غير هنا دغيا خديت داكشي اللي خاصني نقلي وجيت مو تقريبا ما صورتش لكم كلشي وصورت لكم واحد نيو بوست اش نقول لكم جيت جذابه المهم غنخليها لكم هنايا حتى تشوفوها بالنسبه للناس ديال الانستغرام صورت لكم داكشي اش نقول لكم غزال دخلوا عندي الانستغرام هنايا راه كنحط فيه ديما داكشي اللي باغي يتبعني في الانستغرام هادشي اللي كاين بالنسبه لهادي راه واخداها من واحد لاباج في انستغرام هكا كتجي حاشاكم المهم كتجي بحال هكايا خديتها من واحد الباج في انستغرام كيف قلت لكم نخلي لكم الباج هنايا راه عندهم داكشي زوين وحتى الثمن بالنسبه للثمن راه غيزونابل كنت خديت هذه وخديت واحده اخرى من باج واحده اخرى ولكن الاخرى عجبتني اكثر المهم من بعد نوريها لكم لا تفكرت راه غادي نقدر نخلي لكم شي فيديو هنا ديالها ولا شي تصويره هذا الشيء اللي كاين اختي جيت هنايا باش غادي نجمع هذا الروينه وهذا الروينه وهذا الروينه مهم ما علينا دابا غادي نبدا نجمع واخيرا نساليت حتى تهديت نوريكم داكشي كي داير اختي بالنسبه لهنا انا دايره غير لي باليت والعكوره وداكشي اللي كنستخدم ديما اما باقي لي كريم وداك لي فون دو تان وداكشي دايراهم هنايا صافي هنا بلاصه الفيرنيات هنا بلاصه السكين كير هنا بلاصه داكشي تاع الشعر دوك التخربق وهاد البلاصه
هاي اختي كي جاتكم صافي هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه لهداك ديال السيفوره هداك راه كادو كنت كنتسناه بفارغ الصبر، غادي نوريه لكم. راه يلاه درت صورته ستوري في الانستغرام. وبالنسبه للتريتمون اللي قلت لكم عليها غادي نوريها لكم اللي دابا متبعه، انا نوريها لكم دابا. المهم هادو، هذا فانيد، هذا بحال الكول، المهم هو ما كتبقى تمسحي به، وهذا هذه بوماد. المهم هادشي هو اللي خرج لي الطبيب. عندكم شو تستعملوا ولا شي حاجه ضروري من تتستشروا الطبيب. المهم هادشي اللي كاين، هادو هما اللي كنستعمل دابا. مابقيت كندير والو يعني شي روتين الوجه، ما بقيت كندير حتى شي حاجه، ولات كندير غير هادو صافي. وبالنسبه لهاد الفانيد راه كناخد هاد الفانيد حتى كتديري تحاليل وتعرفي شنو، عاد كتاخدي هاد الفانيد صافي. وحتى هاد البلاصه راه قاديتها نضيتها حتى هما. انا جلست هنا في الجريان نوريكم هذا ديال السيفورا، راه ديجا صورت لكم في انستغرام، ممكن يجي بحال هكايا. اختي هاد الكادو وصلني في راس السنه، ولكن تحت شي فرصه باش نوريه لكم. دابا غادي نوريه لكم، ها هو بحال هكا كيجي. هذا شاور جيل، هذا كيجي بحال هكايا. وهذه كريم ديال الكوغ. وبقات اخر حاجه هي هاد البارفان، كتجي على هاد الشكل. هادي بارفان ديال الكوغ وبارفان حتى ديال الشعر. هادي عرفتي ريحتهم خطيره خطيره، باقي ما حليتهمش وكنشم واحد الريحه، يا سلام. ولمستونا الأخيرة اختي، نعطر داك الشي مزيان. الله، دابا داك الشي غادي كنمشي دابا نمسح الدفاري باش العجنة اختي نضلكا. المهم وجدت هنا المقادير، غادي نوريهم لكم دابا وغادي نبداو نصوبو. غادي نصوب الشنيك بكريم باتيسير، وهذه هي الكريم اللي غادي نخدم بها. لقيتوها هذه، خذوها راها زوينه، راني فايتني مجرباها. ودابا المقادير عندنا غنوريهم. المقادير اللي عندنا، عندنا هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق، ها هما. بغيتي ديروا كثر ديروا كثر ماشي مشكل. كاين هنايا عندنا هاد الشكلاط، انا ما عنديش الزبيب ولا القرقاع ولا شي حاجه، درت غير الشكلاط. وهنايا كاين 3 معالق ديال السنيده، معلقه ديال الخميره ديال الخبز، هاد الكريم باتيسير اللي قلت لكم عليها، وربع كاس ديال الزيت، وساشي ديال فاني. اللي ما عندهمش فاني بحال هكايا يديروا فاني سائله ماشي مشكل. وبالنسبه للحليب غادي ما نقدرش نقول لكم قياس، ممكن تخلطوا بالحليب، ولكن الحليب يكون دافع، عندكم شو تفيضوه. عجنتها ودرت ليها هاد السلوفان، وغادي دابا نغطيها ونخليها تخمر على خاطرها. وغادي نمشي نوجد هاد الكريم باتيسير. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش، راه يمكن لك تصوبها غير في الدار، راه كتصوب غير بالحليب والبيض والسنيده وشويه الزبده. هاد العجينه هنا درت بابي كويسون على هاد اللاطه صافي، حطيت الشوكولاط وصوبت الكريم باتيسير صافي. دابا غادي نوريكم الطريقه كيفاش دلكوها وداكشي بالمدلك، خليكم معايا اختي. المهم كتلقوا العجينه بهاد الطريقه، ومن بعد كديروا فوق منها كريم باتيسير. الا ما كانش كريم باتيسير يمكن لكم ديروا حتى الكونفيتور، يلا تفكرت عاد قلتها لكم، يمكن لكم ديروا حتى الكونفيتور حتى هو غادي يجي مزيان. المهم ها هي درت الشوكولات، ولقيت حتى اللوز، ها هو درته حتى هو قطعته ودرته. ودابا غادي نبدا نبرم فيهم هكايا، بيتو ميجوكم كبار غادي تبقاو تبرموا فيهم بحال هكا توصلوا للاخر، وتبداو تقطعوا بالخيط. بيتو غير صغار غتبقاو تسترولو بحال هكايا حتى النص، وتبداو ثاني تقطعوا بالخيط، فهمتوا؟ المهم غادي تشوفوا معايا كيفاش.
بلاطه وغادي ندهنهم بصفار بيضاء درت فيه نقيطه تاع الخلبش مابقاش الزفوريه تاع البيض. اخشهم في الفران وبقاو حاضرين ولا يتحرقوا ليكم اختي. وهي دلاش هيتنا وجداتي اختي اللي وجدت لي اتاي تركي كنتصط عليه. المهم ها هما تبارك الله عليا. خلاص واحد ويش كراسه